Vede, dottora, in Italia forse esistono 3-4 ospedali pediatrici. في إيطاليا ربما يتوفر 2 أو 3 مشافي للأطفال متخصصين. Non so se in tutto il mondo esistono 100 ospedali pediatrici, solo pediatrici. لا يعلم إذا أنا في جميع العالم هناك مشافي متخصصة فقط لعلاج الأطفال. Quindi complimenti alla Repubblica Araba Siriana, se prima della guerra aveva 100 ospedali pediatrici, più di tutto il mondo messo assieme. لذلك أنا أهنئ الجمهورية العربية السورية بأن لديها قبل الحرب تقريبا 100 مشفى متخصص بعلاج الأطفال. أول مرة بسمعها بحياتي، عفرم عليك، أنت سمعانا بلا؟ حياتي ما سمعتها، قوية كثير قوية يعني. السلام عليكم، إيه ده؟ المجتمع ده؟ إن شاء الله ما شاء الله، فالكم كريست، والله فالكم كريست. ما فيش في اي مقومات شيء بخص الطبي، لا مقاعد لا خدمه لا كذا، الممرضين ابي يردوا، كل واحد عامل لك حاله نفسي، دكاتره في خدمه، فوتي على الحمام ما في مي، حشاكه يعني القذاره مثل ما هي. دكتور ما عم يعمل العمليه، ما عم يعمل، قال بده مشفى خاصه، مشفى خاصه بده من 20 مليون ل 30 مليون، و20 مليون نحن ما تامن معنا، وهلا الولد على السرير عم يموت، شو عملي؟ خلي على الله احسن شيء، لكن ما عمل على الدفع. كيف يعني؟ تعطي الممرضة بدها تهتم. إذا ما دفعت؟ ما دفعت لك الله. راح الولد. عينك؟ إيه، راح الولد. الممرضين تنادي إذا الطفل يصير معه شيء، تعيطي للممرض ما بيرد عليكي. كأنها تنادي شيء. لما بترجع عليها ثاني مرة بتعيطي لها بتعصب عليك وتصير بدها تخانقك. ما عجبك اطلع. إيه ما عجبك اطلع. والأطباء عم يتحذروا تحذير، يعني معاملة سيئة جدا جدا جدا. الله وكيلك، يعني كأنه مشرحة مو مشفى. مصلخ. الله وكيلك مصلخ. بتحاكي الواحد منهم بيقول لك يعني بيتنفتر عليك ويعني بنفسية عدم مؤاخذة، يعني ما كأنه العالم عندهم عبيد.